فاقس 81. بين صفحاتنا لتطوات أحداث في تاريخنا تنسات، حكايات ترجعنا لرجال صفاقس وأمجاد قلعة الأجداد. حكايتنا على حرب جويلية 1881، قصة حرب دامت 3 أيام، 3 أيام من الصمود والاستمرار ضد الاستعمار. واليوم أول نهار من هالحرب، الخميس 14 جويلية 1881. الباي استسلم وعطى طوع الفرنسيس، اش بس نعملوا تو؟ البلاد بس تخوض وتدخل بعضها. فيسا فيسا هزوا الجمعة بشويشة، فيسا هزوا عسكر الشرطية جابولنا جرحة جدد، فيسا فيسا دخلوا من الجامعة. رجال صفاقس سناديد حطوا اليد في اليد باش يقفوا في وجه الفرنسيس، وبالطبيعة ما سناو الدعم من حتى حد، وحتى حكاية الإمدادات اللي جاي من اسطنبول طلعت مجرد إشاعات على خاطر الخليفة بيدو كان واحل في روحه وغارق في مشاكله ودولته ولات ضعيفة برشا. يعني هذا الكل كان مجرد كلام روجوه الإنجليز باش يشتوا تركيز المقاومين. الأمير اللواء محمد معتوق، الحاج معتوق كما يسميوه، كان قد مسؤولية قيادة الجيش. يا جماعة احنا عمرنا لكنا ضعاف وعمرنا ما استنينا حد، احنا رجال البلاد واحنا اللي باش ندافعوا باللي عنا الكل. الكل يا سي الحاج معتوق، ما في بالك راهو البي ما خلينا شيء، وازلنا مدافع عن نحاس الكل وتشمت فينا ايام ثورتنا عليه عام 64. احنا اقوى منهم والنجم نغلبوهم حتى بالمدافع القديمة. الحرب خدعة وخطتنا كان تبقوها كما يلزم اكيد ربي باش ينصرنا ان شاء الله. سلاحهم الرئيسي كان إيمانهم الكبير بربي، ربي اللي قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، صدق الله العظيم. الخطة اللي حكى عليها محمد معتوق فيها برشا ذكاء، ونقطة القوة الموقع الاستراتيجي لصفاقس. الحمد لله بحرنا ماهوش غارق برشا كما تعرفوا، يعني بالطريقة هذه الفرنسيس مش باش ينجموا يدخلوا لنا بسلاحهم الكبير الكل، وهكا ما هو باش يقعد قدامهم كان المسرب الشمالي ولا المسرب الجنوبي. الأمير لواء الحاج معتوق كان يقصد بكلمة مسرب الوادي البحري الغارق اللي بين صفاقس وقرقنا، واللي يتفرع لمسرب شمالي يوفى في شط برج النار، وين الحلفاء متمركزين وحاضرين لتقديم الدعم، والمسرب هذا أغرق من المسرب الجنوبي اللي يكمل في باب القصبة دبلاسة اللي فيها بورت الصيادين. المسارب الزوز كانوا الأمل الوحيد للفرنسيس باش ينجموا يدخلوا لصفاقس. لازمنا نسقس فيه الكل على الفرنسيس، حطوا 10 مدافع في برج النار و10 مدافع في برج القصبة. تهنى يا حاج معتوق، بحرنا بطبيعته سيده صعيبة حد ما ينجم يتعدى منه، كان ما يكون عنده خبرة ودارس البلاصة مليح. رغم كل شيء الفرنسيس حاولوا يجسوا النبض وحاولوا يخترقوا المسرب الجنوبي، وبعثوا زوز سفن، سفينة ابن آوى وسفينة الرمح، وبالطبيعة رجال صفاقس كانوا ليهم بالمرصاد. يا رجال فما سفينة فرنسوية جاية من شيد برج القصبة، حذروا رواحكم يا جماعة هجوم. أليزي أليزي ركولي ركولي. الحمد لله ربي وفقنا ونجمنا نكسروا لهم سفينة الرمح متاعهم والبقية رجعوا من يجاو. هذه كانت بداية عرفوا بها الفرنسيس اللي صفاقسية ما هماش سهلين، وخطتهم ماشية كما هما حبوا. الخطة الذكية اللي حطها الأمير اللواء محمد معتوق: أي رجال حطوا في كل برج زوز مدافع ولا ثلاثة، على كل سور نحبوا أحسن القناصة يكونوا موجودين، صفاقس برجالها رجالها اللي تفديها بدمها، الفدائيين باش يكونوا حاضرين وينصبوا كمائن للفرنسيس في الربط القبلي. يا حاج معتوق ما زالت شيرة الشط الشمالية والجنوبية راهو. تهنى كل شيء قرينا له حسابه،
ورغم اللي الفرنسيس عندهم برشا مدافع ينجموا يقصفونا بيهم، اما احنا سكرنا جهه الشط ومعانا قبائل نفات وبني زيد والمثليث اللي نصبوا الخيام وعملوا معسكراتهم غادي باش حتى حد ما ينجم يتعدى. هكا كانت الاستعدادات متاع الجيش في انتظار انه تبدا الحرب، وشعار الصفاقسيه كان يا اما النصر والا النصر. النصر لينا، النصر لينا، النصر لينا.